يقال إن كل نهاية هي ضمنياً بداية لشيء جديد، وربما أن ذاك الأحد قد تأثر بهذه المقولة. كان يوماً استثنائياً بلمسة الختام، ختم أسبوعاً وشهراً وسنة حكم أخرى، ومعهم حياة شاب في مقتبل عمره، نهاية حياة أعلنت بداية قضية جديدة للرأي العام المغربي شعارها العدالة لبدر. بعد ليلة سمر صيفية على أعتاب عين دياب، اتجه بدر رفقة أصحابه إلى أحد مطاعم الوجبات السريعة لأخذ عشاء أخير يودعهم فيه قبل مغادرة البلاد في تدريب أكاديمي. في تلك الأثناء نشب خلاف لفظي بينه وبين مجموعة شباب جالسين في نفس المطعم. انسحب الشباب وغدروا، ليظن الجميع أن الخلاف قد انتهى، لكن المفاجأة كانت في مرآب السيارات حين خرج بدر وأصحابه ليجدوا نفس المجموعة في انتظارهم. غصوا في اشتباكات عنف بينهم، تلقى فيها بدر ضربة على رأسه أسقطته أرضا. بعد لحظات عاد شاب من تلك المجموعة وقد أزال لوحة ترقيم السيارة ليدوس على رأس بدر فأرداه قتيلا قبل أن يفر رفقة باقي المجموعة. الساعة الرابعة من صباح ذاك اليوم، وثقت جريمة أبطالها بدر برجواهل الطالب الجامعي بسلك الدكتوراه، وأشرف الصديق الذي نقبت هذه الجريمة عن حادثة أخرى كان قد ارتكبها عام 2018 راح ضحيتها شخصان. أما أشرف فقد حاول الفرار فاستقل حافلة نقل إلى مدينة العيون، حيث استلم سيارة كان يريد الذهاب بها إلى الخارج هربا من المحاكمة، إلا أن عناصر الشرطة قد أوقفته بالعيون رفقة أربعة آخرين بعد مرور حوالي 35 ساعة من ارتكابهم الجريمة، وتقديم المشتبه فيهم الخمسة في حالة اعتقال، ويجري حاليا إخضاعهم للاستنطاق من طرف النيابة العامة في انتظار اتخاذ القرارات القضائية اللازمة في مواجهتهم. وقد تجاوزت القضية المتهم الرئيسي أشرف لتوخي بظلالها على والدته التي تلقت هي الأخرى استدعاء قضائيا بتهمة تحريض أشرف على الهروب. كما تفجرت القضية وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي التي أطلق روادها مطالبات بمتابعة المتهم أشرف الذي أسموه ولد الفشوش، وأطلقوا هاشتاغ العدالة لبدر، فباتوا يطالبون بعقوبة الإعدام في حقه. لكن هل تتحقق هذه العقوبة؟ وحدها مجريات القضية القادرة على الإجابة عنها حين النطق بالحكم. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الحكاية وما فيها على لوسة تي في، ورافقكم كالعادة أنا ابتسام خزري، إلى اللقاء.